طبعا احنا بنرحب بيكم في نقابه المحامين، نقابتكم، ودي يمكن اول مره بالنسبه لكم حلف اليمين يبقى في النقابه. احنا كنا بنبعد اليمين الاول في مبنى اتحاد عمال مصر، كنا واخدين قاعه مؤجره فكان بتبقى في وسط البلد يعني، لكن احنا طبعا عملنا اللي احنا يعني كنا من الاول عايزين نعمل قاعه المحامين، فجينا هنا عملنا وشوفنا في قاعة هناك وقاعة هنا، والقاعة دي زي ما انتم شايفينها كده مكيفة تماما، التانية نفس الوضع. ده طبعا عشان ايه؟ يليق بالمحامين، لان المحامين بتحلف القسم في نقابة المحامين، ده الاساس، ده القانون، ده النقابة، ده المحامين، لان ما كناش نعرف ان احنا نروح نحلف في مبنى اتحاد عمال مصر قاعه زي ما، لكن هنا انت من اول ما بتنزل من على الشارع بتحس انك داخل مكان مقدس، داخل نقابه المحامين، انت داخل نقابتك، داخل مكانك، فبيبقى ليه يعني حاجات روحانيات كده. ايه احنا الكبار بنحسيها، بنحسها يعني، فعشان كده انتم من الناس المحظوظين جدا اللي فعلا بادئين نقابه المحامين بحلف اليمين في نقابه المحامين، باداء اليمين، باداء معهد المحاماه في نقابه المحامين. احنا عندنا هنا معهد المحاماه بيدرس في نقابه المحامين حد واربع، يعني بكره عندنا حلف اداء معهد، يوم الحد كان عندنا معهد، يعني كل حلف اليمين، كل المعهد، كل الدراسة في نقابة المحامين، يعني عشان يبقى، وخاصة ان نقابة المحامين في كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية تتبع نقابة المحامين، يعني حضرتك في اسكندرية وانت من اسيوط نقابتك نفس الوضع، من اسيوط عندنا في راس البر هي، لان كل النقابات دي نقابه المحامين، كل ده الجمعيه العموميه للمحامين، كل ده اللي عم بنياه الجمعيه العموميه للمحامين. كل ميزانيه النقابه، عشان تبقوا عارفين في الاول كده، كل ميزانيه النقابه زي ما انتم شايفين، يمكن بتشوفوا، يمكن بتسمعوا، يمكن بتشوفوا على الواتس، كل الحاجات دي كلها ميزانية النقابة كلها بتيجي منين؟ من المحامين. احنا بناخدش فلوس من الدولة خالص، ولا إعانات، ولا أي حاجة تخص نقابة المحامين. المحامين بتاخد منا ضرائب وتبقى للقانون ماشي، لكن احنا ما بناخدش حاجة من الدولة، احنا بندي ماشي. وعلشان كده بنقول كل ميزانية نقابة المحامين نتاج عمل المحامين على اختلاف درجاتهم على مستوى الجمهورية بالملفات، كل يوم كل واحد في محكمة، ايا كانت المحكمة، جنح، مدني، شرعي، مدني مستأنف، جنايات، كل عمال استثمار، تحكيم، كل ده المحامين اللي بتشتغلوا، كل ده اللي المحامين في اللي انت بتحضر في كل ده، خلي بالك بتحضروا في كل اللي انا بقول عليه ده، في كل المحاكم اللي موجوده على مستوى الجمهوريه ايا كان درجاتها، حتى محكمه النقض، حتى المحكمه الدستوريه. فده عملنا، واحنا بقى من عملنا ده بندخل ايراد يومي كل يوم في البنك، يعني الايراد الدمغات وال الدمغات واتعاب المحاماه وكل ما هو خاص ب النقابة، ده بيخش كل يوم البنك، كل يعني انت بقى لو ساعة تقول تدخل على البنك الحساب كام، يقول لك كام، بعد ساعة يقول لك لا ده الحساب زاد كام مليون. ليه؟ لأن النقابة مش سهلة، المحامين مش، لا المحامين مش، عايز اقول لك ان نقابة المحامين هي مؤسسة من مؤسسة، هي أحسن مؤسسة في المؤسسات الدولة كلها، أنا بقول بصوت، وبقول كده دايماً
مؤسسات نقابة المحامين مؤسسة من أعظم المؤسسات اللي موجودة في الدولة في كل حاجة، حتى عملها بيبقى مميز، حتى العضو بتاعها بيبقى مميز. ليه؟ لأنه بالقانون، بصفتك، لأن صفتك إنك بتديك شخصية عامة. أنت كمحامي بتبقى صفتك لا شخصية عامة، بقول شخصيات عامة بتبقى محددة، المحامين من ضمن الشخصيات العامة تبقى لقانون المحاماة. ليه؟ لأن بيديك صفة، الصفة دي هي المحامي. زي عضو مجلس الشعب نائب، لكن احنا انت محامي بحكم القانون وبالقانون بيديك صفة. انت النهاردة بعد ما هتحلف اليمين وهتخرج هيقول لك يا استاذ وانتوا داخلين من غير كده، يعني داخلين صح ولا داخلين من غير كده؟ شوف انت داخل ازاي وخارج بايه بقى. خارج باغلى صفة في الدنيا، الاستاذ المحامي، المحامية، ده اللي هو احنا بنتكلم فيه. انت جاي اليوم ده يوم تاريخي، خلي بالك اليوم ده يوم زي تاريخ ميلادك بالظبط. تاريخ ميلادك يمكن تنساه، لكن ده ما يتنسيش خالص، وده ما يتنسيش في اي حاجة في حياتك الا ده، لان ده هو الوحيد اللي انت النهاردة من احنا بنحتفل بيه. احنا بنحتفل بيه كنقابة المحامين والجمعية العمومية للمحامين مصر كلها بتحتفل بيكم، وعارفين النهاردة في حلف يمين، وعارفين ان ما عندنا الموقع بيعلن كله ما انتوا عارفين يعني. فلما نيجي النهاردة يبقى ده حدث تاريخي يخص الجمعية العمومية للمحامين ونقابة المحامين والمحامين وحضراتكم. احنا بنحتفل بيكم النهاردة، احنا بنعتبره يوم تاريخي، ويسجل النهاردة يوم تاريخي الناس اللي حضروا في كذا. وانا عندي الكشف اهو اللي فيه ده من كل محافظات الجمهورية، ده يعني انتوا كده دلوقتي مؤتمر عام على مستوى الجمهورية، لانكم دلوقتي بتمثلوا كل المحامين والمحاميات اللي موجودين في مصر كلهم، ما فيش حد غايب هنا خالص، كله موجود في المحافظات. فده يبقى احنا من ايه، يبقى احنا المحامين مجموعة مميزة في كل حاجة. يعني انت دلوقتي بعد ما تحلف اليمين بحكم القانون هقول لك يا استاذ، هتتعامل بقى وانت خارج هنا ازاي، هتتعامل وانت خارج دلوقتي ازاي بعد ما نحلف. طبعا هيبقى انت اتغيرت 180 درجة خالص. ليه؟ لانك انت قبل ما تخش القاعة انت ما كنت لسه صفتك ما خدتهاش، لان التوقيت لسه هنقوله دلوقتي وهتاخد صفتك. يبقى انت عليك التزامات، علينا التزامات وضوابط، ومش سهل، وهنتعامل من اول ما هنحلف هتبقى مسؤولون مسؤوليه كامله، مسؤولين طبقا للقانون، وطبقا مش ما اقول للقانون، طبقا للقوانين كلها، لان حضراتكم اللي هتطبقوا القوانين كلها، اللي انتوا هتدافعوا بالقوانين كلها، اللي انتوا هتدافعوا عن كل الوقائع اللي القانون حددها وقائع مجردة أو مجرمة، وهيحدد القوانين اللي هتترافع مع القضية دي. قضية قتل هيبقى عندنا، هيبقى قانون العقوبات، قانون الإجراءات المدني، القانون المدني، الاستثمار، مجلس الدولة، كل القوانين اللي انتوا خدتوها في الجامعة. انتوا خدتوا قوانين في الجامعة كتير قوي صح؟ قد كده ملزم كده، قصدي الكتاب قد كده ماشي. فعشان كده احنا يعني ايه عارفين كويس قوي إيه مدى التحصيل العلمي القانوني اللي انتوا حصلتوه في خلال الاربع سنوات في الجامعه على اختلاف انواعها. فعلشان كده احنا
الشخصية هتتغير تماما. اما اقول الشخصية يبقى المحامي والمحامية ماشي، هتتغير تماما، هتتغير في التعامل الاول مع نفسك. لازم تغير تعاملك مع نفسك، وبعد كده هتتعامل مع الغير. الغير هم مين؟ كل اللي موجود في المجتمع، كل افراد المجتمع، كل سلطات المجتمع ايا كانت، كل مؤسسات المجتمع من عند رئاسة الجمهورية لحد يعني العامل اللي عندنا في النقابة. فعلشان كده احنا بنقول انت داخل على مسؤولية كبيرة جدا، بس ده ايه؟ بالقانون. انت هتتعامل بالقانون. خلي بالك الوحيدين اللي بيتعاملوا بالقانون في الدولة المحامين، في كل مؤسسات الدولة، في كل ادارات الدولة، حتى لو ادارة فيها اثنين، ادارة فيها ايا كانت، طالما هي ادارة او مؤسسة او شركة اي حاجة لازم يبقى فيها تمثيل قانوني، ادارة قانونية. يبقى احنا عندنا لما هتيجي تحسب وهتشوف بقى لما تنزل للعمل هتلاقي ايه بقى، كل مؤسسات الدولة فيها ادارات قانونية، كل مؤسسات الوزارات ادارات قانونية، كل ما هو جهاز في الدولة ادارات قانونية، رئاسة الجمهورية ادارة قانونية. لا يبقى إذن احنا بندير كل مؤسسات الدولة ايا كانت، ومن غيرنا مفيش حاجة هتمشي. اهو القانون بيقول كده، القانون اللي قال كده. يعني لما احنا دلوقتي في استثمار وفي حاجات كتير وشركات ودول بتتعاقد مع مصر وشركات تتعاقد مع مصر وكم نقول، طب ما بنتعاقد على موضوع، على استثمار، على اراضي، على ايا كان الموضوع، بتيجي دوله مع دوله، شركه مع شركه في دوله. علشان المؤسسه دي تتم لازم نبدأها بالقانون. يجي المؤسسة دي الموضوع اللي الدولتين بيتفقوا عليه وحنبدأ نشتغل، يقول لك خش على الإدارة القانونية، لأن هي اللي هتفحص الأول، وهي اللي هتقرأ، وهي اللي هتقول ده إيه وده إيه وبالقانون، وهتقعد فترة لغاية ما تجيز الموضوع اللي هو متفق عليه مع دولة أو شركة عشان الإدارة القانونية وافقت أو القانون وافق خلاص، يبقى كده الموضوع خلص، وتبدأ كل الإجراءات اللي هيتفق عليها هتتم وهيتوافق عليه. ليه؟ طالما القانون وافق، القانون اللي وافق، مش أنت القانون، ما أنت المحامي اللي بتوافق، أنت القانون. لما نقول القانون بيوافق يبقى المحامي بيوافق، لأن هو اللي بيطبق القانون، اللي بيطبق القانون على العلاقة ايا كانت، فبنقول المحامي. عرفت بقى قيمة المحامي قد ايه، ومكانة المحامي قد ايه، ومركز المحامي قد ايه، وتعرف المحامي متفرد عن كل الموجودين في المجتمع قد ايه، متفرد عن كله. ليه؟ لان ده بحكم صفتك انت محامي، يبقى انت فعلا متفرد عن كل اللي موجود في المجتمع. ليه؟ لانك محامي. ليه بقى؟ لانك انت بتعمل اللي محدش يعمله خالص خالص، بتعمل اللي محدش بيعمله. ازاي يعني؟ ما انت هتشتغل وهتعمل ده عملي وهتعمله رسمي. لما نقول المحامي متفرد عن كل الناس يبقى ايه؟ يبقى انت بحكم صفتك دي انت بتتعامل مع المحكمه، مش كده؟ تتعامل مع المحكمه كلها، كل درجات التقاضي تتعامل معاها. انا هقول حاجه بسيطه جدا بس عشان نعرف ان المحامي ده دوره ايه. محامي لما نيجي في قضيه، في قضيه قتل مثلا، وقضيه قتل احنا عارفينها يعني ما شاء الله عندنا كتير الحاجات دي يعني. فاحنا قاعدين في قضيه قتل، في قضيه قتل بالقضية القتل دي الإجراءات بتتم إزاي؟ هقول لك حاجة سريعة كده. الإجراءات بتتم بلاغ بإصابة
احد الافراد بطلق ناري مثلا، والطلق الناري ده ادى الى وفاته، الشرطه بتتحرك تعمل محضر تحريات، تعمل محضر ضبط، سواء المتهم تم القبض عليه او ما تمش القبض عليه، كده هيجي كده هيجي. المهم هيبقى في ايه الاجراءات اللي بتحصل بمحضر الضبط، الشرطه بتعمله وبتعاين الجثه، وبعد كده المحضر بيروح النيابه، النيابه بتعاين وتبدا تحقق. ساعه ما بتبدا تحقق حضرتك او حضرتك بتحضروا التحقيق طبقا للقانون. مفيش واحد يحضر تحقيق بدون وجود دفاع معاه، ما ينفعش، القانون قال كده، ده حمايه وحصانه وضمانه للمواطن. اللي هو بيقدمها مين؟ المحامي. اللي قال عليه مين؟ القانون. اللي قال عليه القانون. خلينا النيابه حققت وخلصت القضيه والقضيه اتحالت وراحت محكمه الجنايات والكلام ده كله، خلينا بقى في الحته الاخيره بتاع محكمه الجنايات دي، عشان تعرف دورك ايه؟ وتعرف انت دورك ايه؟ ومكانتك ايه؟ وكرامتك ايه؟ وتفتخر بنفسك ازاي؟ لما تيجي المحكمه بيبقى فيه دفاع. ايه المحكمه بتبقى ايه؟ المحكمه دايره، ثلاث مستشارين، عضو قاعد، عضو اليمين قاعد، السكرتير على الشمال، بتبدا المحكمه تشتغل، المحامي والنيابه، الخصمين، النيابه والمحامي. مين اللي بيترافع الاول؟ مين اللي بيبدا الاول؟ مين؟ ها؟ مين اللي بيبدا الاول؟ طيب ومين اللي بينهي؟ المحامي. النيابة لما بتيجي المحكمة تبدأ وتقول للحاجب انده الرول، انده رقم واحد، بينده رقم واحد يقول له فلان الفلان، محكمة تقول له اسمك سنك عنوانك في محضر الجلسة بيتجيله انت ووجهه بالتهمة، يقول له لا ما حصلش. بعد كده يطلب من يقول طلبات النيابة، النيابة بتقول طلبات النيابة تطبيق مواد الاتهام الوريدة وأمر الإحالة، حاجات سريعة كده لسه. يعني ايه النيابه وافقت على ادله الثبوت اللي هي ايه مقدماها؟ النيابه مقدمه ادله ثبوت ومطالبه ايه بقى؟ احاله اوراق المتهم الى فضيله المفتي، يعني هيتعدم. ماشي؟ حصل بقى الكلام ده والنيابه قالت كده، طلبات الدفاع بايه؟ اخر اول هيتكلم المحامي، هيتكلم وهينهي. اذا كان ليه طلبات هيبقى ليه طلبات وحياته ملوش طلبات، هيقول انا جاهز للمرافعه، هيجهز للمرافعه، هيبدا يترافع. النيابه مقدمه الواقعه ضرب بتاع قتل عمد مع سبق الاثار والتراث، وطلبت بمواد بالاتهام الوارده بامر الاعدام. يعني المحامي جه، شوف المحامي بقى البارع العالم الفاهم القانون المبتكر المفكر، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيعمل اللي محدش يعمله، هيبدا يحط قدام المحكمه وهيطلب من المحكمه تعديل القيد والوصف الوارد بامر الاحاله من قتل عمد الى سبق الاصابه والتراث الى ضرب افضى الى موت، ضرب افضى الى موت تعددت فيه الافراد ويستحيل تحديد شخصية المتهم الذي أطلق العيال الناري، وخاصة أن حالة الرؤية في هذا التوقيت كانت لا تسمح بالرؤية. دي تغير الدنيا خالص، محامي غير الموازين خالص وعمل إيه؟ هنا بقى المحامي قدم أدلة ثبوت زي اللي مقدمها النيابة، بس النيابه مقدمه ادله ثبوت مكتوبه بشهاده شهود بتقرير الطب الشرعي بتقرير معمل جنائي. يعني ادله الثبوت اللي متقدمه من النيابه ادله ماديه رسميه، محكمه في التحقيق هتقرا. المحامي قدم ادله عكس الادله بتاعه النيابه بس مش مكتوبه. طب ازاي مش مكتوب وبيقرا وبيترافع وبيثبت في محضر الجلسه ادله الثبوت بتاعته اللي هو قدمها للمحكمه، وطلب ان ادله الثبوت دي
تتنافى مع أدلة الثبوت المقدمة من النيابة وتؤكد عدم صحة الواقع. الله، ايه ده؟ ده أدلة الثبوت قال لك لا مش، وهتؤكد عدم صحة الواقع. ودي المحامي بيقدمها وهو بترافع زي ما انا بترافع كده. وهو بيقدمها فين؟ لانه قعد وقرا القضيه وفحص القضيه كويس قوي، وقرا زي المحكمه ما بتقرا، وقرا زي النيابه ما بتقرا، وفي الاخر هو حدد النقاط بتاعه ادله الثبوت اللي هتؤدي الى عدم صحه الاتهام المقدم من النيابه، وان الدليل المقدم من الدفاع دليل جازم ويقيني يؤكد ويباعد بين المتهم والاتهام المسند اليه. شوف ادي ادله ثبوت من النيابه وادله ثبوت الدفاع، والمحكمه هتوازن بقى. المحكمه هتوازن بين ادله الثبوت دي وبين ادله الثبوت بتاع الدفاع. ادله الثبوت بتاعت النيابه المقتوله وادله الثبوت بتاع النيابه بتاعت الدفاع اللي هي قدمها وثبتها في محضر الجلسه، بس هو ده الاخراج بتاعه. الاخراج اللي بيعيش المحكمه الواقعه كما لو كانت موجوده على مسرح الواقعه اللي هو الدفاع بقى. بينقل المحكمه وبياخدها على مسرح الواقعه وتشوف كما لو كانت المحكمه متواجده على مسرح الواقعه، وفي الاخر المحكمه بترجح دفاع المتهم وتقضي البراءة. مين بقى اللي عمل كده؟ انت وانت. طب في حد زيكم؟ لا. بتقول لا بصدق، بتقول لا بصدق لان ده صح، لان بتتعايش مع الوقائع. فده المحاماه. وعشان كده عايزين نفتخر بنفسنا كويس قوي قوي. وانا لما اقول كده احنا مش بنقلل من حد انا ولا حاجه، يعني لما بنقول احنا ناس عن ناس شخصيات عامه والكلام ده كله، فالمحامي في الوقت ده بالنسبه لكم انتوا محظوظين، انتوا الناس الوحيدين اللي النقابه العامه بادئه معاكم. علشان ايه؟ عشان نعد المحامين ونعد ندكوا لبكره لغد. ليه؟ لان صداجيل بنسلم جيل. وخلي بالكم احنا في دلوقتي البلد بتمر بمراحل مهمه جدا. ليه قلتوا اللي بيتعمل ده بيتعمل ليه قلتوا في كل المرافق الدوله بيتعمل لكم بره جوه في كل مكان، ده بالنسبه بتاع كنتم. احنا خلصنا، احنا بنعمل لكم دلوقتي. ولذلك عايزين انتوا تبقوا تتقبلوا هذا الوضع، وانتوا بكل صدر رحب. الوقت ما بقاش يسمح ان احنا نضيع وقت، ما ينفعش نضيع وقت. لازم تبقى انت عايش كل الاحداث اللي موجوده في الدوله وعلاقتها بالعالم كله. احنا مش عايزين عشان نسمع ونتفرج، لا، ده احنا عايزين قاعدين بنسمع ونتعايش مع الواقع المحلي والعالمي، لأن احنا مصريين وخايفين على بلدنا وخايفين على وطننا. وطبعا النهارده يوم اعتقد ان يوم من احسن الايام بالنسبه لنا، ويوم من احسن الايام بالنسبه لكم. وهنبدا نحلف اليمين. اليمين ده خلي بالكم شرط اساسي من القبول في نقابه المحامين، شرط اساسي. احنا كنا بنجيبه في الامتحان ونقول كده، هل حلف اليمين شرط اساسي من شروط القبول في نقابه المحامين؟ للاسف كان الناس بتقول لا والناس بتقول اه، بس دلوقتي اعتقد الكل بيقول اه دلوقتي لانه نص مكتوب. فعلشان كده هنبدا القسم. وانت بتبدا قسم بقى مش عايز اقول لك زي ايه واللي ايه واللي ايه. هو قبل ما طبعا النقيب العام الاستاذ عبد الحليم علام بعت لكم
طبعا تحيه هناء وتقدير هو مجلس النقابه والجمعيه العموميه طبعا، لاني النهارده جيل جديد بيتخرج النهارده. في حاجه مهمه جدا انتوا مش عارفينها، انا قلت في الاول ايه، ان كل المحامين والمحاميات الممثله في الحلف اليمين النهارده كلها من جميع ربوع مصر كلها. شو قد ايه ده كل المفروض انتوا مع بعض بقى تبقى جمعيه عموميه، وكل المحامين والمحاميات اللي حضروا النهارده ياخدوا تليفونات بعض لازم، لان هو ده، خلي بالك هو ده المحاماه. انت مش هتيجي تحضر في جلسه في اسكندريه مثلا وعندك جلسه في القاهره، لا لا، هتحضر في جلسه واحده، فهتتصل بزميلك تقول له والله انا عندي قضيه باب الخل رقم كذا 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 احضر لي فيها واجلها لي لبكره لو كان جنايه. الاستاذ نفس الوضع، هتيجي تحضر وتطلب مثلا في سوهاج ليها قضيه هناك واحده زميلتها او زميلها وتقول له انا عندي جلسه كذا كذا وخد الرقم اهوت والنوته والكلام ده واحضر لي. هتحضر الجلسه اللي هي انت مش ما انتش حاضر فيها، نفس الوضع. طب لو ده مش موجود بقى، لو ده مش موجود وانت قاعد عندك قضيه في اسكندريه وانت قاعد في القاهره، لا هتحضر هنا ولا هتحضر هنا؟ لان استحاله انك تحضر في الاثنين مره واحده. طب هنا بقى التصرف ايه؟ في قضيه هتنتهي، يمكن قضيه تكون قضيه كبيره ولا حاجه المتهم ياخد فيها اعدام ولا حاجه، او يمكن يكون قضيه فيها ايا كانت، فانت كده هتضيع كتير. انما لو في علاقه بين الاثنين هتخلص القضيه دي وتخلص القضيه دي وتمارس عملك في المحاماه بمنتهى الدقه. وخلي بالك احنا حريصين جدا، ربنا هيحاسبنا على ان المحامي هيتحاسب قبل المحكمه مش العكس، احنا هنتحاسب قبل القاضي. ليه؟ لانك انت مسؤول مسؤوليه كامله عن القضيه ايا كانت. القاضي بيحكم ايه اللي انت بتقدمه، يعني انت عارف اللي انت بتقدمه للمحكمه مدعي مدعي عليه، ده له طلب وده له طلب عكس الطلب، بيقدم مذكرات وخبير والكلام ده كله والمحكمه بتحكم. يبقى مين اللي بيبدا القضيه ومين اللي بينهيها؟ المحامي كده او كده. بس مش هتكلم دين، يلا اتفضل عشان نحكي. طبعا القصر ده مش على اللسان، القصر ده بيهز مشاعرك كلها. ليه؟ لان ربنا خلقنا كل مشاعرنا وجوارحنا دي بتتحرك، من غيرها ما يبقاش في حياة. ولما انت بتحلف قسم ربنا سبحانه وتعالى ولاءك لمهنتك ولاءك لنقابتك ماشي، عشان يبقى الكلام، فالقسم وبيطلع من أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. بالتوفيق إن شاء الله.